في عهدكم يعني ارتفعت درجة الإدراجات بشكل كبير جدا، يعني أرقام قياسية في كل سنة، يعني قاعد تسوي أرقام قياسية وتكسرها بالسنة اللي بعدها. كم عام 22 من إدراج سويته، وعام 23 ما هو الجدول الموجود؟ يعني مخططين على كم؟ والله اخوي عبد الله، انا بقول احنا ما سوينا شيء، السوق هو اللي يسوي، الشركات تطرح والمستثمرين يشترون، فهذا آليات السوق تعمل بهذا الشكل. لكن اذا ناخذ الارقام في عام 22 وهو العام الاخير، في عام 22 صار عندنا 49 ادراج. وال 49 ادراج بالفعل هي اعلى رقم من ناحيه عدد الادراجات يتم في تاريخ السوق من تاريخ السوق المالية. طبعا الإدراجات هذه على أصناف، فيها إدراجات في السوق الرئيسي، فيها إدراجات في سوق نمو، فيها إدراجات بعملية الإدراج المباشر اللي ما فيها طرح، فيها أيضا إدراجات لبعض الريتات والصناديق. فإذا تجمعها كلها هي 49، لكن بالفعل هي إذا تجمعها أيضا مبالغ اللي جمعت في هذه الإدراجات والطروحات كم؟ حوالي 40 مليار ريال، وهذا أعلى مبلغ يجمع من السنة اللي طرحت فيها شركة أرامكو السعودية اللي هي كانت الرقم القياسي ذلك الوقت. وعام 23 أنتم رايحين لكم إدراج؟ طال عمرك إذا شفنا عام 23 يعني سننظر للي عندنا. طبعا أولا في شركات وافقنا عليها منذ بداية العام إلى الآن وحتى بالعام الماضي، لكن ما أتمت إدراجها، فهذه تتكلم عن من حوالي 10 إلى 16 شركة، فهذولي يعني خلاص موافقة، هذول دخلوا منتظرين دورهم ومنتظرين إكمال عملية الطرح. وأنا بدعي إكمال الطرح ترى أهم من موافقة الهيئة، لأن هذا اللي هو المحك التجاري الحقيقي. بالإضافة لذلك عندنا أكثر من 80 ملف اليوم. 80 ملف عندنا حوالي 80 ملف غير ال 16 غير ال 16 يعني احنا نتكلم عن 96. يعني طبعا هذا ليه هذا يعني هذا القفز السريع إلى عدد الإدراجات؟ والله طول العمر أعتقد أنها أكثر من سبب. السبب الأول يعني أول شيء ممكن نسأل سؤال، نقول لما نقول ليه، هل الرقم اللي حنا عليها الآن مرة عالي، ولا هل الرقم اللي كنا عليه في تاريخ السوق المالية كان منخفض؟ هذا عشان نحط فلو نقيم وضع السوق السعودية بالمقارنة مع أي سوق آخر بحجمنا، وكما هو معلوم للبعض ترى السوق السعودي اليوم هو تاسع أكبر سوق في العالم من ناحية الرأسمال السوقية. فإحنا من كم قيمة الرأسمال السوقية؟ يعني طبعاً يتراوح من فوق وتحت، بس فوق 10 تريليون. فإحنا تاسع أكبر سوق في العالم. لما نشوف الأسواق اللي كبرنا بنفس الوضع، بنفس السيولة، بنفس الاقتصاد، نلقى حاجتين. الشيء الأول الله يطول عمرك، نلقى متوسط عدد الشركات في السوق أكثر بكثير من عدد الشركات اللي موجودة عندنا. إحنا كم شركة عندنا الحين؟ اليوم عندنا أكثر من وصلت يمكن حوالي 250 شركة تقريباً، 250 260 شركة.